اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم اليومي مؤشر النين. نتعرف سويا بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه من هبوط او ارتفاع، حيث هبط مؤشر البورصه الرئيسيه اليوم اي جي اكس 30 بنسبه 49% لينهي التعاملات عند مستوى 13579 نقطه. كما تراجع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 18% ليغلق عند مستوى 1742 نقطه، بينما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه هامشيا بنسبه 1% ليصل الى 639 نقطه. وكذلك زاد مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنسبه 3% لينهي التعاملات عند مستوى 12926 نقطه. نتحول لسوق القطاعات النشطة اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 25.7%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 15.7%، وجاء قطاع البنوك ثالثا بنسبة 11.6%، وجاء رابعا قطاع الغاز والبترول بنسبة 11.3%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 73.7% من إجمالي قيمة التعاملات. كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 6.4%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 19.8%، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 63.9%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 36% من إجمالي قيمة التعاملات. أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فتصدرها سهم الملتقى للاستثمارات بنسبة 9.1%، ثم سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 8.8%، تلاه سهم حق الاكتتاب لشركة هيلز للتعمير 3.8%، وحل رابعاً سهم التوثيق للتأجير التمويلي بنسبة 7.5%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فتصدرها اليوم سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 7.8%، ثم سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 9.5%، تلاه سهم مصر للفنادق بنسبة 7.8%، وأخيراً سهم أبو قيل للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 6.9%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة اليوم ما يقرب من 4.2 مليار جنيه، لينهوا التعاملات الكلية عند مستوى 760 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 796 مليون جنيه. مشاهدينا الكرام، للمزيد من التحليل والتوضيح حول أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أستاذ صفوت، أهلا بك ضيفا كريما دائما على شاشة الأخبار. خلينا كده نخرج لهذا التقرير يرصد لأداء السوق اليوم، ثم نعود ونبدأ هذا النقاش مشاهدينا الكرام. تقرير صغير ونعود مرة أخرى. اللونان الأخضر والأحمر كسيا مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تباين أداء أسهمها ما بين الارتفاع والانخفاض لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء. البورصة تأثرت بعمليات بيع من المستثمرين المصريين والعرب، قابلتها عمليات شراء من المستثمرين الأجانب. أما رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة فقد انخفض بنحو 4.2 مليار جنيه ليصل إلى 761.5 مليار بعد إجمالي تداولات بقرابة 796.6 مليون جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 تراجع بنسبة 49%، كما هبط مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 18%، بينما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل هامشي بنسبة 1%. محللون ماليون رأوا أن السوق تشهد حاليا حركة عرضية بعد موجة هبوط عنيفة وسط اتجاه المستثمرين والصناديق لإعادة هيكلة محافظها المالية قبيل نهاية العام.
كما أضاف المحللون أن أداء البورصة المصرية أظهر تماسكا ملحوظا بعد سلسلة الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها على مدار الأسابيع الماضية وسط مؤشر على انتهاء موجات التصحيح العنيفة والتي تأثرت فيها بالأوضاع السلبية بالأسواق العالمية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أرحب بضيفي الأستاذ صفوت عبد النعيم. أستاذ صفوت، كنا تابعنا هذا التقرير، هناك تباين في سوق البورصة اليوم ما بين الارتفاع والانخفاض. المؤشر الرئيسي إيجيكس 30 هبط بنسبة 49%، المؤشر السبعيني أيضا أنهى التعاملات عند 13567 نقطة. تقييم حضرتك الكلي لأداء يعني المؤشرات اليوم، إحنا لسه في منتصف الأسبوع. بسم الله. بالنسبة للتداولات اليوم هي أشبه بتأكيد مستوى كنا صعب ان احنا نكسره بس كسرناه الفترة اللي فاتت، مستوى 13500 نقطة، وهبطنا لغاية مستوى 13000 نقطة وابتدينا نعود الارتداد مرة اخرى بعد ما تماسك البنك التجاري الدولي خاصة فوق مستوى 80 جنيه. ده ارتد بينا مع دخول قوى شرائية جديدة للسوق، ارتدت بالسوق كله لغاية مستوى 13700 نقطة. في الاتجاه بين 13700 و 13500 لازم أكد الاتجاه المستوى الدعم الرئيسي تاني اللي هو 13500 كمستوى دعم. يعني ايه أكده كمستوى دعم؟ أنا ممكن أشوفه أكتر من مرة. أنا النهاردة قافل عليه بفارق فوق حوالي 79 نقطة، امبارح برضو كنت قافل فوق مستوى 13600 نقطة، فكل دي مستويات أنا ممكن أوصل لغاية مستوى 13500 نقطة، يعني فرق 80 نقطة في جلسة الغد، ويبتدي الارتداد تاني مرة أخرى طبعا بدعم برضو من مركز البنك التجاري الدولي، ويكون في قلة من البيع المؤسسي المصري في السوق. طيب يعني لو رحنا المؤشر السبعين نلاقي الارتفاع كان طفيف للغاية، يمكن 1% وصل 693 نقطة. توقعات حضرتك للسهم ده تحديدا في المدى المتوسط والمدى البعيد؟ هو بالنسبة لمؤشر إيجي السبعين هو النهاردة دون تغير، يعني 6% ارتفاع، هو يعتبرش ارتفاع. طب تقدر تقول ده ثبات في الأسهم؟ هو نفس الحكاية، هو الإيجي السبعين مرتبط حاليا بقوة الشرائية اللي ممكن تخش الأول في الأسهم القيادية اللي هي في أسهم إيجي 30. فبعد ما يأكد مستوى الدعم إن شاء الله مؤشر 30 الرئيسي، هنشوف برضو ارتدادة أو قوة شرائية جديدة في الأسهم بالذات اللي عليها نتائج مالية في الأسهم السبعينية. طيب لو نظرنا النهاردة للتعاملات كلها نشوف إن فيك اتجاه بيعي من المستثمرين المصريين، دلالة ده وتقييم حضرتك ليه؟ هو ده بالفعل موجود بقاله فترة، بس مش المستثمرين المصريين بشكل عام، لا هي المؤسسات أكثر المصرية بشكل خاص. المستثمرين المصريين من أسهم الأفراد والمؤسسات، فدايما في أي هبوط في السوق أو أي تصحيح في السوق بنشوف دايما المؤسسات المصرية أو الصناديق المصرية هي اللي بتبادر بالهبوط أو بالبيع. ممكن يكون لهم دوافع أخرى، بس يعني ما أعتقدش أن في أي دوافع خارجية تدفعهم أن هم يبيعوا بيع عشوائي زي اللي تم النهاردة على أسهم البنك التجاري الدولي وبعض الأسهم الأخرى مصاحبة للبيع اللي تم بالنسبة للمستثمرين العرب. النهاردة البيع يعتبر المستثمرين العرب سواء أفراد أو مؤسسات، واللي بيلازمهم أو المصاحبهم المؤسسات المصرية أو الصناديق المصرية فقط، باقي فئات المستثمرين كلها مشترية. ده يدينا ان في بالنسبة للمستثمر العربي عنده تخوف من البورصات بتاعته شوية بشأن الأحداث السياسية على الساحة، سواء بس النهاردة بالرغم من النهاردة البورصات السعودية وبورصات كل البورصات يعتبر العربية طلعت ما عدا قطر بالنسبة طفيفة جدا يعتبر الانخفاض بتاعها، بس ده ما يدعوش برضو لكمية البيع العشوائي اللي بيبيعوه العرب عندنا. وللأسف ان برضو تبدلي ازاي يا استاذ صفا؟ ما انا بقول لحضرتك الاسباب البيع العشوائي ده او البيع العشوائي بالنسبة للعرب ده الاحداث يمكن البورصات بتاعتهم اكتر، وباسعار النفط اي هبوط في اسعار النفط بنلاقي فيه بيع دايما عندنا. المشكلة ان احنا عندنا المؤسسات المصرية بتجامل سواء الاجانب باعوا او العرب باعوا، فهي دي المشكلة اللي عندنا وهي دي اللي بتنزل السوق وخاصة في اسهم القيادية زي البنك التجاري الدولي. تمام. طيب في الايام الماضية تم تأجيل طرح الطروحات الحكومية، بنتكلم عنها بقالنا كتير جدا وكنا في انتظارها. التأجيل تم لطرح شركة الشرقية للدخان، لماذا تم التأجيل مرة اخرى بعد ان اعلنت الحكومة عن الطروحات الحكومية؟ هو موضوع الطروحات احنا دايما بنستناه ودايما بنتكلم فيه، يمكن بقالنا كتير اكتر من سنة او كده كنا مستنينه. فكانت بدأت الحكومة بعملية الطرح بطرح الشركة الشرقية للدخان اللي هي مقيدة اصلا في البورصة. فكان الموضوع اشبه بايه؟
التشخيص الخاطئ اللي تم ليه علاج خاطئ. علاج خاطئ هو ده اللي الرئيس قالها في الخطاب الاخير كده. هو ده حصل عندنا. انا مضطر، انا بحس ان الحكومه عندنا او وزاره قطاع الاعمال او وزاره الماليه وكده مضطرين لتنفيذ ضوابط معينه بالنسبه للصندوق، فعشان كده عايزين صندوق المال الدولي. ايوه، فعايزين كده من ضمن البرامج ان يكون في طروحات حكوميه. طيب انا ما احصرش نفسي بقى في يعني في بوتقه معينه ان انا اختار الشركات اللي اطرحها تكون هي اصلا مقيده في البورصه. طب ما انا عندي شركات كتيره المفروض غير مقيده في البورصه وهي مدرجه اكتر جدوى لاستدعاء راس المال او للاكتتاب فيها لتوسعات. على سبيل المثال كان شركه ام بي الكلام كله على ام بي اللي هي غير مقيده في البورصه، فكان هيدي سهوله اكتر بالنسبه للحكومه في تقييم سعر السهم وان هي تتحصل على ايرادات فيه. انما احنا جينا في اللجنه بتاعه الطروحات ابتدت تختار اسهم معينه وبعدين تلغيها وترجع غيرها لغايه ما استقرت على الشرقيه للدخان. ليه اصلا ما ننكرش ان هي شركه كسبانه وملئتها الماليه قويه ويمكن ما تكونش محتاجه اصلا لزياده راس مال، فزياده راس المال اكيد هتتوجه او الاكتتاب ده هيتوجه لحصيله لسد عجز الموازنه. فهو ده من ضمن الدراسات اللي احنا بنقيم عليها نجاح الاكتتابات او الطروحات ام لا. فبالتالي انا لما حطيت نفسي في زاويه معينه اللي هو انا بطرح سهم مقيد فعلا في السوق، فبقيت مرتبط برضو في التقييم بالسعر بتاعي بسعر السوق. فانا يعني طب ده عادل يا استاذ صفوت؟ ما انا حته عادل او مش عادل، انا لازم اشوف الغرض من الطروحات تمام والاستخداماتها تمام والتقييمات او الدراسات اللي بتتعمل عليها. فانا عشان احط نفسي في تقييم شركه او اصل من اصول الدوله هيتباع وانا باصص للسعر السوقي، لا طب ما انا اتجنب التقييم ده خالص وابتدي اشوف شركه تانية غير مدرجه في البورصه وابتدي اطرحها للاكتتاب والدوله تتحصل، والاجدى كمان ان هي تكون شركه محتاجه لتوسعات مش ان انا هستخدم الحصيله لاتجاهات اخرى. طيب على ذكر الدوله، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث فرص جذب الاستثمارات الخارجيه وتوطينها ومزيد من الاستثمارات وجذب الكيانات الاستثماريه العالميه الكبرى وتوطينها في مصر. يعني بالإضافة أن الدولة اتخذت مجموعة من التشريعات الكبيرة وتذليل كافة العقبات وبالتوازي مع إزالة المعوقات البيروقراطية المتمثلة في تيسير الحصول على كتير من الموافقات وما إلى ذلك، حضرتك بتشوف أن يمكن ده كله يساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية مع الخطوات اللي الدولة اتخذتها في خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ هو الترويج من غير بيانات حقيقية أو بيانات ترويجية مجرد الدعاية سياسية أو دعاية ترويج للاستثمار في مصر بأي شكل بدون بيانات أساسية اللي هي المستثمر مهما كان مصري أو عربي أو أجنبي بياخدها في الحسبان، اللي هي بيانات زي بيانات معدل الفايدة، بيانات معدل التضخم، بيانات معدلات النمو العالمية، تصنيفات مؤسسات التصنيف العالمية، كل دوت لو أنا ما حسنتوش والإنتاج والعجز التجاري عن الانتاج عن التصدير والاستيراد، كل البيانات دي هي اهم حاجه. فانا لو بدات بيها هي او كانت هي الاساس عندي في الافصاح او يعني في التنميه فيها في الارقام بتاعتها، ده هيكون خير ترويج لاي مؤتمرات او اي اجتماعات ممكن تحصل. فالاهم اللي هو التنسيق الحكومي داخل البلد لوصول لخطه معينه لتحسين نتائج الاعمال بالنسبه للدوله. طيب رأي حضرتك بقى في قرارات جلوبال تيليكوم بزياده راس مالها، وده اترتب عليه كتير جدا من طلب من الرقابه الماليه في دراسه قيمه عادله للسهم في الفتره الاخيره. هو في الفتره الاخرانيه احنا يعتبر مش فتره اخرانيه، احنا على مدار سنه احنا متاثرين بقرارات شركه جلوبال تيليكوم في السوق. ليه بقى يا استاذ؟ والتاثير للاسف تاثير سلبي من شهر 10 السنه اللي فاتت تحديدا، من ساعه ما شركه فيون الهولنديه قدمت عرض شراء على كامل اسهم الشركه كلها بحوالي 7 جنيه و90 قرش للسهم. فكان ده ادعى لان يكون في دراسه من قبل الهيئه او يعني نلغي البيروقراطيه بقى اللي احنا دايما بتوقفنا في التفاعل، ما بنقولش الموافقه او الرفض بس كان يبقى في التفاعل. ما كانش في تفاعل ساعتها وسحبت شركه فيون عرضها وهوى السهم بحوالي مثلا 30% في اول مرحله. تاني مرحله تقدمت شركه فيون تاني بطلب لشراء اصول معينه خاصه بالشركه في باكستان وبنجلاديش، وعرضت سعر معين 2.5 مليار دولار، وبالتالي كان هي ليها غرض برضه في حرصها على الشراء واعاده هيكله الشركه عشان كان ليها ديون عند جلوبال تيليكوم بحوالي 500 مليون دولار، وبرضه ما تمتش الصفقه دي وهبط السهم عن ال 30% حوالي 30% اخرى تاني في السوق
خلال منتصف العام. واحنا في المرحلة الحالية اللي شركة جلوبال تيليكوم ابتدت تقول انا كده كده لازم هسدد 500 مليون دولار لشركة فيون اللي هي المساهم الرئيسي اصلا في الشركة جلوبال. البديل التاني ان انا ما فيش موافقة على البيع وما فيش عرض تاني لشراء السهم بالنسبة لفيون، فان هو انا هزود رأس مالي، هاخد من المساهمين القدامى حوالي 3 أسهم لمقابل كل سهم عشان أجمع 9 مليار جنيه مقابل إن أنا أغيرهم بعد كده ويخرجوا من الاحتياطي النقدي بحوالي 500 مليون دولار أسدد بيهم شركة فيون الهولندية الديون اللي عليها. فللأسف هو لو جينا بصينا لها تحليل مالي بالنسبة للخبر هنلاقي إن شركة جلوبال تيليكوم قيمة الإسمية بتاعتها 58 قرش، يعني المساهمين الصغيرين هم هيكونوا بالنسبة لهم فرصة الاكتتاب او شراء السهم 58 قرش، انما بالنسبه لان انا هجمع 9 مليار جنيه او هسحب من السوق 9 مليار جنيه هيكون من نصيب المؤسسات المصريه اللي هي بدات تبيع في السهم بعد الخبر ده على طول او تقليص حجم محافظهم في السهم. طب ده بياخدنا لحته ثانيه، ان اغلب الطروحات الحكوميه سعرها في الفتره الاخيره، مش الطروحات الحكوميه الطروحات الخاصه سوري، في الفتره الاخيره بتتراجع لاقل من قيمه الطرح نفسه. راي حضرتك في ده ايه؟ هي دي الملاحظه دي بدات طبعا برضو من خلال اخر طروحات كبيره تمت، كان شاء سهم اعمار وكان نزل بعد الطرح بتاعه لمده كبيره يمكن ما طلعش غير السنه دي، بس الكلام ده من 2015. ابتدى يصاحبنا السنه دي سهم تاني، سهم الثروه كابيتال. فسهم الثروه كابيتال بدا على مستوى معين وهبط، بس كان ليه اسباب للهبوط بالنسبه لاول الجلسات بتاعته. ما تخليش الحكومه ان هي تبص على شركه خاصه يا عشان اقول اقرر ان في طروحات ولا لا. لا طيب ختاما توقعات حضرتك لغد ان شاء الله؟ زي ما قلت في اول الحلقه ان انا عندي مستوى دعم ان شاء الله مستوى 13500 نقطه هيحفظ المؤشر في مداره تاني في الاتجاه الهابط اللي هو لسه فيه لغايه ما يستطيع ان هو يكسره عند مستوى قريب جدا مستوى 14000 نقطه. بعد مستوى 14000 نقطه ان شاء الله هنشهد مستويات 14400 المطمئنه للسوق على لغايه اخر العام. فجلسه بكره ان شاء الله ممكن تكون مبشره بمجرد الهبوط البسيط حوالي 86 نقطه والمعاوده للارتداد مره اخرى. اشكرك شكرا جزيلا استاذ صفوت عبد النعيم خبير اسواق المنطقه، شرفتنا. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، اشكر لكم طيب المتابعه، دائما وابدا انتظرونا على خدمات الاخباريه متواصله مع حضراتكم دائما على شاشه نيل الاخبار. الى اللقاء.